بنتكلم بس باختصار وببساطه شديده على الانجازات او الحاجات اللي اتضافت في الفتره الاخيره، بس طبعا هي الانجازات تحت رعايه وتوجيهات قاده رئيس الجمهوريه السيد السيسي. احنا عندنا تقريبا الانجازات بتتوالى بشكل استمراري، لكن احنا هنتكلم يمكن على اخر حاجه اضافه. يعني اكبر اضافه الفتره الاخيره كانت مبنى العيادات الخارجيه، وده مبنى كامل مؤسس على 7 ادوار، بدا التشغيل فعلا لدورين منهم، وده نقلنا من عيادات من تقريبا 20 عياده ل 28 عياده، انضاف عليهم عيادات تخصصيه يعني في منتهى الاهميه مش موجوده بشكل كبير في المستشفيات الثانيه، زي عياده القلب، عياده الاورام، عياده الورك والفلكين. يمكن 8 عيادات انضافوا بشكل جديد لمبنى العيادات. عندنا مبنى الطوارئ تم تطويره بالكامل، وتم اضافه وحده وزاره الجلطه، ودي من الاضافات المهمه جدا جدا. وحده وزاره الجلطه دي حاجه مش متاحه في معظم الاماكن، يمكن هي موجوده في محافظه البحيره في مكانين او 3 منهم في مستشفى الامير مرعود. تم تطوير مبنى الطوارئ بالكامل. عندنا اجهزه كتير انضافت في الفتره الاخيره، منها جهاز ايكو اللي هو جهاز أشعة التجميع على القلب، جهاز أشعة مقطعية جديدة في صدد إن شاء الله يتورد هنا عن طريق الوزارة إن شاء الله، جهاز رنين مغناطيسي. يعني الإضافات اللي انضافت في الفترة الأخيرة نقلت المستشفى بصراحة نقلة كبيرة جدا، وبتقدم خدمات مش متاحه يمكن في المستشفيات الجامعيه. يمكن محافظه البحيره معتمده بشكل كبير على خدمات وزاره الصحه، لان ما عندناش مستشفى جامعه جوه محافظه البحيره، كانت الناس بتلجا يا اما مستشفى جامعه اسكندريه او مستشفى جامعه طنطا. فالاضافات اللي انضافت الى جانب كمان حاجه مهمه خالص يعني انا نسيت اذكرها، المبادرات الرئاسيه دي حاجه يعني زي الاورام السرطانيه في عروق الرحم، زي مبادره اللوالب. المبادرات دي كلها طبعا مبادرات رئاسيه ضافت كتير جدا خدمات كانت بتبقى بعيد عن المواطنين يعني. وان شاء الله احنا نامل ان شاء الله التقدم يتم موجود باذن الله بشكل كويس ان شاء الله.